السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على ما اعتقد على النظارة. اقفل الباب يا ابني عشان اصرخ. قفلت الباب. قفلوا من بدري. النهاردة يوم مهم قوي. ركزوا عشان الموضوع وسع. الموضوع وسع. وسع قوي. مبقاش تهريج وكلام فاضي. طبعا انتم ملاحظين ان اليومين ثلاثة اللي فاتوا كده اصبح خميس جمعة سبت. النهاردة السبت. انتم بتعرفوا تحسبوا. سبت وفعلا فعلا الشوارع ما فيهاش غير سوبر ماركت. بقال. اجزخانة. فرن عيش. مفيش اكتر من كده. بس للأسف المرض بينتشر. والاحصائيات بتكتر. واليكم المفاجأة. اكسكيوز مي. وان سيجريت. لاست سيجريت دخلت الشرايين الدخان. صباحكم فل. بشرى لاهالي المدخنين ومدخنين مصر. هنموت بالكورونا يا جدعان. عشان خاطر سيادتكم مش عايزين تستوعبوا ان فعلا في خلال ايام وكلام عن يقين. انا ما بسيرش اشاعات، دي توقعات والتوقعات مرئيه. بس هي خلاص الكاسحه جايه. السيجارة دي هتقتل الشعب. مدخن وانا هبقى من ضمنهم. بس انا هاخد القرار بدري بدري. نقدر نقول ان دي اخر سيجارة هشربها معاكم في الفيديو ده. اسكيوز مي بقى. بشرى للمدخنين في مصر كلها. هتموتوا بالكورونا يا اولاد يا مدخنين، ويا رجالة يا مدخنين، ويا اطفال يا اللي بتتعلموا التدخين. كل واحد زمان خد من ابوه 2 جنيه، كان من 2 جنيه ده كانت علبه السجاير ب 160 قرش. كل واحد سرق من ابوه وشيلن راح جاب بيه 5 سجاير بشيلن. زمان بقى زمان انتوا ما كنتوش جابها. ها النهارده يشيل الطين وهو مش عارف يبطلها، وهيبطلها غصب عنه. لما تبدا اول اصابات تظهر مع دايما المدخنين هتلاقيها بتكتر دايما دايما، وفجاه نلاقي السورس الاساسي اتضرب. انا كنت في الحلقه اللي فاتت بقول السيجاره اللي بتلف على 5، النهارده السيجاره طالعه هتتظبط تمام. طالعه لك بالفيروس السحري، طالعه لك بالكورونا السحريه يا حبيبي. تاكل ولا الفها لك في ورقه؟ هتاخدها في ورقه. ده اللي جاي يا زميلي انت وهو. ناويين تعملوا ايه؟ هتبطلوا سجاير؟ هتقزقزوا لب؟ هتعملوا ايه؟ ما هو اللب، الراجل بتاع اللب لو عنده كورونا هيجي ياخد لب، هيشيل لك كورونا جوه ورقه. الكورونا بقى جوه الورقه. الكورونا في الكيس. الفيديو ده اسمه الكورونا في الكيس. يعني هتاخدوا شنطه وتمشي، وتاخدوا تفتحوا في بيتكم، تمرض اللي في البيت كله. سجاير، معاك علبه سجاير. طالعه من مكانها متنيله، وعلى فكره دي الضربه اللي جايه. واحد من عمال ولا من عمال مصانع السجاير ايا كان، ما اعرفش دي بتاعت مين اصلا، ولا غربيه، يا دين النبي هتخرب. صباحكم قشطه. هتعملوا ايه؟ هتبطلوا سجاير؟ انا قطعا ان حد يعرف يبطل سجاير. اتخن واحد فيكم هيقعد يوم ولا اتنين. هترشوها ب، هيرشوها بايه؟ ديتول. هترشوها بسبرتو؟ هترشوها بديتول؟ هترشوها بايه؟ شوربه؟ تعملوا لها ايه؟ ولا المره دي هنغليها في ميه؟ هنحطها في طاسه، اصل الكورونا بتموت بالحراره. كمان الكورونا دي بتتكيف، يعني الصيف جاي. قيل ان الصيف هيموتها. بلح. ده بيطور نفسه، يعني الصيف زي الشتاء زي ام السعد، كلهم شبه بعض. ها هنروح نمسك خرزه زرقاء بقى، نعلق خرزه زرقاء. ارجعوا لربنا شويه بقى عشان الوضع بقى وحش. يعني ادعوا ربنا بقى، خلاص احنا كده في النهايات. المرض ده هيخرب الدنيا، والفيروس موجود، وتحيا مصر، وربنا يسهل لنا. مش عارف اقول ايه تاني. دي لاست سيجارت، يعني اخر سيجاره. وعلى ما اعتقد ان انا قوي، انا قوي والله، وهعرف ابطلها. وعلى فكره اي حد هيشوف الفيديو ده وبيدخن هيقول لك مش هيبطلها. لا انا ذكر، انا ذكر وبعرف احكم على نفسي. الدور والباقي عليكم. شوف اتخن واحد فيكم هيموت بيه. انا بستمتع باخر سيجاره، يمكن يكون فيها كورونا واموت انا كمان، ايه المشكله؟ بس بقى قلت لكم الرساله، خد حقك قبل ما تموت. تخيل كده لو الواحد عنده كورونا وعارف انه هيموت كمان 15 يوم. على فكره الوضع سيء جدا، سيء جدا. تخيل انت عملت ايه في دنيتك علشان في خلال 15 يوم هتقابل ربنا.
تخيل ان انت هتموت من غير غسل، تخيل ان انت هتموت من غير صلاة، تخيل ان هم يرموك في حفرة ويقفلوا عليك في الصحراء ولا في اي حتة، عشان انت راجل ما خدتش بالك وقعدت في بيتك، عشان انت راجل ما خدتش بالك وما حافظتش على نفسك. جماعة المدخنين، جماعة المدخنين ارجوكوا بطلوا سجاير. جماعة المدخنين مش هنقول حشيش، خلينا في السجاير، سيبنا من بتوع السوق اللي بيعملوا كده، سيبنا من بتوع الاتوبيس اللي بيمشي حك ايدهم بيغسلوا ايديهم. احنا دلوقتي في مرحلة اوسخ، واحد في شركة الدخان هيبيدنا واحنا قاعدين بشرط. طعم اخر سيجاره دايما بيبقى لذيذ على فكره، انا معاكم في الموضوع ده، طعم اخر سيجاره لذيذ. ده ماتش الاعتزال، بعديها مش عارفين نعمل ايه تاني من خطوات احترازيه، بس للاسف احنا معظم ادخارنا راح على المنظفات، فاحنا حتى لو جالنا المرض ملوش علاج، مش هنحمل هم ان احنا هنجري ونضيع ونصرف ونتصرف عشان نتعالج. خلاص بقى بلح بلح يا زميلي. انا برحب بكل اصدقائنا اللي سمعونا وهيسمعوا كلامنا، وبدعي للي ما سمعش الكلام انه يفضل بخير. تخيلوا ان هم اول حاجه شالوها الشاش، لان الشاش فعلا اول مصدر. ليه؟ لان كتير الشيل والحط والدخول والخروج في القهوه والغسيل في القهوه والكلام اللي بالك فيه. طب تخيل بقى ان هي العمليه دخلت دلوقتي على السجاير، على السجاير. ها الراجل بتاع المقله اخره هينقل لك المرض عن طريق السلوفان اللي بره. طب والشركه تضمن؟ اصل المكنه بتلفها، ما هو في ناس جوه يا سيدي بتمشي السير، وفي ناس جوه بتعبي كراتين صح. ايه تقوليش اصل المكنه اللي بتعملها، لا ما في بني ادمين برضو ايديهم شغاله، يعني هيوصل هيوصل. بس اكتر عرضه في مصر للكورونا المدخنين. يا ريت لو انت مدخن تبطل، انا بستمتع معاكم باخر سيجاره. ما حدش يقول انت بتدخن ليه، عشان انا هبطل النهارده اخر سيجاره بلح. خلصنا وبلح من غير نوى، مش هاخد النوى في الاخر، خلصنا. ده انا كده مستخبي، انا الزعبوط ده عشان استخبى من الكورونا، لو عدى ما يشوفنيش. ذنبكم على جنبكم لو ما بطلتوش السجاير يا شعب تعبان. باي باي. اقفل منين؟ يخرب بيك كده اقفل يا ابني الجهاز. اه ده مرفوع على وشه. يوه استنى كده هقفل.